والبرنامج الثالث وهو الخطبة الخاتم الأول وسيلقي أخونا مهجد عليه فلنتفضل مشكورا صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه سبيل الدموع سبيل مريح تنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة الكرام جميع الأساتذة في تهجير الله وبالخصوص المكرم الأستاذ شيخ البدري أسأل الله أن يطول عمره في دعائنا ويبارك في حياته أولا قبل كل شيء هيا بنا نشكر ربنا عز وجل الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأنعم علينا بنعمة الجسد والروح ثانيا صلاة الله وسلامه على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم بها القلوب وتشبه بها القلوب وتنطلق بها المقصود وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب حاضرين حاضرات رحمكم الله اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة خمسة قبل خمس أي افعل خمسة أشياء قبل حصول الحاجة يعني سببك قبل خروجك وصحتك قبل شقائك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل سنك الأول سببك قبل حرمك أي افعل الطاعة أن قدرتك قبل حدود الكبر عليك والثاني وصحتك قبل سقومك أي افعل العمل صالحا على صحتك قبل حصول ما يجب معك وثالث وغناك قبل فقرك أي افعل التصدق بما فضل عن حاجته من تلزمك نفقته ما ترفه